كبيرة بالنسبة للمتابعين بالنسبة للسبورتينغ وبالنسبة للأنصار الأخضر الأبيض في تلك المباراة بينما ذي كرة في الجهة اليمنى هذا هو دانيلو هذا هو دانيلو العرضية دانيلو جول جول لوتشو غونزاليس يفعل لوتشو ويسجل ويمنح الأفضلية لإف سي بورتو صناعة لاتينية هجمة البرتغالية صناعة لاتينية هذه عرضية برازيلية لدانيلو ورأسية أرجنتينية الكرة في شباكك يا روديجين الكرة في شباكك يا روديجين شاد ارتقاء ممتاز لوتشو غونزاليس في الزاوية البعيدة لكن هذا هو اللاعب الذي تحدث عنه هذا هو اللاعب الذي يصنع العجب يصنع التألق على مستوى الجهة اليمنى عرضية على المقاس والإجابة السريعة من الأرجنتيني أمامنا على الصورة لوتشو غونزاليس نعم يسجل في كل في مصاب في الدوري المحلي نعم في الدوري المحلي نعم لان داني سجل 12 هدف هذا الموسم في جميع المسابقات وهذا رقم مهم جدا بينما الكره في العمق جول جول القى النص القى النص الهدف هولك يقتنص كره كرة بعد سوء التموضع من اسم المدافعين ومشكل تواصل بين هيلتون والدفاع ينجح نادي الزريت في تعديل النتيجة عن طريق البرازيلي هولك هذا وهولك شادوا بناء الهجمة كل شيء كان جميل في اللقطة الماضية مترابطات وشادوا قناص شادوا قناص هذه قيمة هولك في المواقف الصعبة وفي المساحات الضيقة هنا يستغلها قوة دفاعية مشكل تواصل يا سلام يا سلام يا سلام جمالية اللقطة مع لمسة فيتسيل ولكن هاف مجهود كبير كيف ابتك الكرة كيف خطف الكرة بين المدافع وكذلك هيلتون مشكل تواصل بين المدافع وهيلتون يستغل اللاعب البرازيلي هالك ويعدل